بخلاف بقى بيتسو موسيماني اللي جاي فرحان بالاهلي، جاي عارف قيمه الاهلي، جاي مستعد يقدم فكر وخبرات هايله جدا في تجربته مع الاهلي، من الاخر شغال فحت ورد فوق وتحت، بيواصل شغله مع الفريق الاول وباصص ومهتم بالناشئين، وكده 40 لاعب في القائمه الافريقيه هيدي فرصه لعدد من الناشئين كمان يضافوا لقائمه افريقيا. فحسنا فعل النادي الاهلي بالتعاقد مع نوعيه هذا المدرب. اهتمامه بالناشئين مش كلام مننا، كابتن عمرو انور المدير الفني لشباب الاهلي كان قال كلام مهم عن علاقه موسيماني بالناشئين واهتمامه بيهم، عشان تشوفوا ان كمان بيتسو موسيماني مدرب بشخصيه النادي الاهلي. نشوف الكابتن عمرو انور قال ايه عن موسيماني واجتماعه معاهم في لقائه مع الكابتن شوبير. كابتن عمرو، خليني اسالك عن العلاقه مع موسيماني، يعني مدير فني جديد وعنده مهام صعبه جدا، هل حصل كلمته؟ هل حصل قعدته؟ يعني احكي لي. حصل اجتماع اول ما جه، يعني بعد تقريبا حوالي 3 ايام 4 ايام كده. على طول كده؟ كان هو حتى في الاجتماع قال ان الاجتماع ده بتعليمات وتوجيهات من كابتن الخطيب، يعني هو طلب منه قال له تجتمع مع رئيس قطاع الناشئين خالد بيبو، مع المدير الفني للقطاع مستر مايكل، ومع مدرب فريق الشباب، علشان تشوف الناس دي بتفكر ازاي، وعايز يبقى في تواصل وفي ربط كويس، علشان اذا في لعيبه تشوفها تبقى موجوده كويس. هو الراجل يعني صراحه، يعني رغم ضيق الوقت ورغم الماتشات وضغط الماتشات، لا قعد واستفسر مننا عن الخطوط العريضه وطريقه الشغل اللي احنا شغالين بيها، ويعني هو وعد قال ان انا الفتره اللي جايه لما المسابقات تبدا انا هكون موجود، وفي حد من الجهاز الفني بتاعي هيبقى موجود في المباريات الرسميه اللي هتبقى موجوده عندكم في النادي. حسيته ايه في الكوره بيتكلم معاك؟ لا اولا عنده فكر، يعني هو حتى انا هقول لك على حاجه في الاجتماع، كان هو كان اول ماتش تقريبا، كان ماتش المقاولين تقريبا، مظبوط مظبوط، هو نفسه سالنا قال لنا ايه رايكم في الماتش، شايفين في تغيير في الفرقه ولا ده بعد الماتش؟ بعد الماتش. احنا الاجتماع كان بعد الماتش. فانا من وجهه نظري قلت له انا شايف في تغيير ممكن في حاجه بسيطه ما كانتش موجوده، ان اللعيبه بتبتدي دلوقتي بتبتدي تحضر من تحت مظبوط، وبتحاول انها تستحوذ على الكوره، وبتحاول انها تعمل هجمه منظمه، عكس الفتره اللي فاتت اللي هي اخر مباريات بتاعه فايلر كانت كلها بالظبط، كانت كوره طويله معتمد على اللونج باس لبادجي. فالراجل متواضع جدا وبسيط جدا ومبسوط جدا ان هو موجود في النادي. نعم مظبوط. وعايز يعمل حاجه، عايز يعمل حاجه ومهتم بالناشئين، والكابتن محمود الخطيب قال له اقعد مع الناس اللي تحت وشوف الربط بين فوق وتحت يمشي ازاي، ونستفيد ازاي من هذا الكنز اللي موجود في النادي الاهلي المتمثل في الناشئين. دي مساله مهمه جدا جدا، عشان كده بقول لكم الحمد لله ان الاهلي وقع اختياره على هذا المدرب بهذه النوعيه.